التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة مجموعة السعود الألماني الصحية صبحي بدرجي، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار. في مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة الدائم باستثمارات المجموعة في مصر، لافتا إلى أنه سبق وأن أكد خلال اجتماع المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية في أكتوبر الماضي دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر. وأضاف مدبولي أن الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتنا ومنها قطاع الصحة، موجها وزير الصحة بإعداد هذه المحفزات ودراستها.